هنادي مهنا شاركت في موسم رمضان 2024 من خلال ظهورها في شخصية عروسة البحر في مسلسل جودر ألف ليلة وليلة اللي اتعرض في النص الثاني من الشهر. الجزء الثاني من المسلسل هيتعرض في موسم رمضان اللي جاي، وفي لقائنا مع هنادي كلمتنا عن الشخصية وتحضيراتها ليها. أخيراً هناكل حاجة تشبع. يا من أنت كريم يا رب. يا سمك، هل أنت على العهد القديم المقيم؟ إن عدتم عدنا وإن عفيتم وسيدا وإن هجرتم فإنا قد تكافينا. شاركت الفنانة هنادي مهنا في موسم رمضان 2024 كضيفة شرف في مشهد مع النجم ياسر جلال في مسلسل جاودر. لا كنت ضيفة كده ومبسوطة جدا، وعموما أنا بحب جدا الشغل مع أستاذ ياسر جلال، هو وشه حلو قوي على الناس كلها وهو شخص جميل ونظيف، فأنا مبسوطة قوي إن أي حاجة أستاذ ياسر بيعملها بس موجودة حتى ولو مشهد أو اتنين أنا بسعيدة. لا أنت تاني؟ يا سمك، هل أنت على العهد القديم المقيم؟ استني أرجوك، انت مين وايه حكايتك؟ انا اماريه عاشت الاسامي. طب وسمك؟ السمك ده اصله ايه؟ هجاوبك بس تقولي الحق. وحق مكون الاكوان، خالق الانس والجان والملك والشيطان. قولي. السمك ده بشر زيك زيهم، تاكل لحوم البشر؟ بشر؟ لا طبعا. هنادي كشفت لنا كواليس المشهد اللي أكيد كانت صعبة جداً، لأن طول المشهد هي كانت جوه المية. هو كان بجد من أصعب الأيام التصوير اللي شفتها في حياتي، بس فخورة بيها وفخورة باللي أنا عملته، علشان دي كانت حاجة ما كانتش سهلة خالص، ومبسوطة أن أنا عرفت أعمل حاجة زي دي حقيقي، أن أنا أنزل في شهر 12 في آخر 12 في المغرب في مكان المغاربة. دخلوا لي كتبوا كومنتس قالوا احنا مش بنعرف ننزل المية دي في شهر 8، فان انا انزلها في شهر 12 الحمد لله. لا انا مبسوطة ان انا عرفت اعمل كده جدا. وقولي لي ازاي اخرج من الجزيرة دي؟ ما عنديش اذن بالتصريح، بس ممكن اجاوبك بسنة تلميح، وان فهمت الاشارة توصل لسر العبارة. يا موسى اتفضلي قولي. هتعدي البحيرة هتلاقي بويرو، بس اياك تقف عندها وتحاول تفهم سرها، وبعدها تمشي على طول هتلاقي سور داير ويدور، وهناك هتلاقي بوابة جواها سؤال وإجابة. سور داير ويدور. الله استني يا اللي اسمك أمريه.